أنت اللي تعتقد أنك شريت كرسي بمال، ترى أنت ما حجزت، أنت محجوز وأنت ما تدري، وأيامك معدودة ترى. فجأة تنام وما تقوم، فجأة تقوم من نومك ويدب فيك المرض غضب من الله سبحانه. عقب ما تموت تعرف أنت وين حجزت كرسيك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنتوا اللي تبوقون المال العام، ما تخافوا من عقاب الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.